السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا مرحبا يا شيخنا. يا مرحبا بك، لك الرد السلام وافيا كما أمرك الله. وإذا حييتم بتحية فحي بأحسن منها الرد. ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا أسأل سؤال. أنا دلوقتي مثلا لو أنا جيت مثلا بوصل حد وبعد كده بيجي، والله مثلا لو لقيت مظهره كده إن هو مثلا محتاج ولا حاجة، ما باخدش منه فلوس، او ان انا مثلا هو فاصل معايا مثلا يقول لي طب والله لا مثلا مش هاخد منك 100 ريال، اخد منك 50 ريال، اخد 50 ريال، بقول له ماشي. هل ده صح ولا دوت يبقى خطا مني، ولا ده يعتبر جبر خواطر للناس ولا ايه؟ لا انا مش فاهم. سؤالك يعني حضرتك مثلا انا بشتغل مثلا توصيل زي اوبر كده، ما توصيل ناس ولا توصيل طلبات؟ ناس. توصيل ناس من مكانها. لو انا لقيت مثلا كده مظهره ان هو مثلا من المظهر العام ان هو محتاج فلوس، ما باخدش منه. عفوا 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 عفوا، السيارة سيارتك او تشتغل عند الشركة؟ سيارتك. طيب ماشي. طيب يعني انت وجدت الراكب فقيرا فعفوت عنه؟ نعم مظبوط. شيء طيب. ومثلا لو حد مثلا فاصل معايا قال لي والله انا 200 كتير عليا، ياخد اخد 100 ريال بقى، ما ينفعش 100 ريال بس، بقول له خلاص هات ال 100 ريال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فالسماحه ان شاء الله تثاب، لكن ايضا لا تضيع مالك في غير محله، لانك ممكن يعني تتساهل صحيح، لكن إذا اكتسبت أجرك وتصدقت أنت أيضا في المحل الذي تراه فقيرا أفضل لك. تمام ماشي. الله يسلمك. شكرا. التوسط في كل شيء مطلوب.